خلينا الان نطلع على بعض الفانكشنز كيف رح نعملها. بلوتينج عندي هون هذا البودي بلوت، هي الجيم بلوت والفيز بلوت، هذا بفرجيني كيف النتورك بيغير الجيم، يعني بعمل له امبليفيكيشن او اتنيويشن. الزيرو لاين معناها ما فيش لا اتنيويشن ولا امبليفيكيشن. اي شيء تحت هذا اللاين معناها في عندي اتنيويشن بعدد من الدي بيز، هذا السكيل 1 دي بي 20 لوج الاوتبوت على الانبوت. وهون عندي راح يكون امبليفيكيشن اذا في شيء اكثر بوزيتيف دي بيز، يعني راح يكون امبليفيكيشن على خط الدي بي نفسه، ما فيش عندي لا اتنيويشن ولا امبليفيكيشن. عندي هون الزاويه كيف هذا بياثر على الزاويه، يعني في زاويه معينه لو دخلت ساينسويدال سيجنال شو بصير فيها؟ بصير فيها ادفانسنج ولا بصير فيها لاجنج؟ اذا بصير فيها ليدنج او لاجنج، اذا بغير الزاويه بقدر احطه هذا هو هذا الاكسس. لازم يكون طبعا نفس هذا الاكسس اللي هو فريكونسي اكسس سواء بالراديانز او بالهرتز، ولازم يكون هون عندي لوغاريتمك سكيل. فكون عندي دكيد مثلا يكون عندي مربع او مربعين، كل دكيد يعني بضرب في 10. خلينا ناخذ واحده من الفانكشنز. راح اخذ في البدايه الفانكشن اللي هي ديفرنشيتر. لو عندي ديفرنشيتر الديفرنشيتر الترانسفير فانكشن تبعته في ال J أوميجا بتساوي J أوميجا على أوميجا نوت. هلا خلينا نطلع أول شيء هذا الخط بده يطلع طول ولا بده ينزل نزول؟ بده يزيد، هل بزيد مع الفريكونسي ولا بنقص مع الفريكونسي؟ لو أنا هون زدت أوميجا شو بصير بالكمية هاي؟ بتزيد. إذا هذا في له سلوك معين، في له خط ماله بزيد بكمية معينة. خلينا نطلع لو جينا طلعنا هون رح نلاقي عندي مثلا لو اخذت انا هون 20 لوك اوميجا على اوميجا نوت، باخذ هذه من هون فتساوي 20 لوك اوميجا ناقص 20 لوك اوميجا نوت. او خلينا نطلع هون اذا جيت طلعت على هذا رح يكون عندي الخط يتحرك بخط مستقيم، وراح نثبت اثبت هون انه اذا ضربته الان في 10 يعني زدت الفريكونسي بمقدار ديكيد، مش الضرب في 10 بكون زدت بمقدار 10 مضبوط؟ يعني لو بدي اقارن النقطه هاي مثلا بنقطه ثانيه 20 لوج 10 ضربته في 10 من هون راح اخذ 10 اوميجا على اوميجا نوت، هذا هلا بيساوي عندي 20 لوج 10 زائد 20 لوك اوميجا على اوميجا نوت. هلا لاحظوا هون 20 لوك 10، لوك 10 قديش؟ 1 في 20 في 20، اذا انا هون كاني ضفت 20 زائد 20 لوك. اذا الضرب في 10 ايش عمل؟ لما ضربت الفريكونسي في 10 شو عملت في الماجنتيود؟ وين صار الماجنتيود؟ قديش زاد؟ زاد بمقدار 20 مضبوط 20 دي بي. اذا انا كل ديكيد قديش عمالي بزيد قديش عمالي برتفع؟ 20. اذا السلوب تبع هذا الخط راح يكون 20 بلس 20 دي بي بير ديكيد. يعني الخط هذا لما يتحرك، لما اتحرك انا هون ديكيد وخلينا نفرض الديكيد بيساوي 2 بلوكس من هذول، لما بتحرك من هذول قديش برتفع؟ 20. طيب وين هذا بده يمر؟ ايش في نقطة ممكن يمر فيها؟ هلا عرفنا انه هو خط مستقيم، ايش في نقطة راح يمر فيها؟ في نقطة سهلة تلاقيها، لما أوميجا بتساوي أوميجا نوت، قديش راح تصير أوميجا على أوميجا نوت؟ واحد. قديش نقي الواحد؟ صفر. إذا عند الزيرو راح يمر في أوميجا نوت، فخلينا أحط مثلا هون هاي أوميجا نوت، أوميجا نوت راح تكون هاي زيرو، إذا هاي لازم تكون نقطة بمر فيها هذا الخط، مضبوط؟ قديش السلوك تبعه قلنا؟ 20 دي بيز بير ديكيد. انا الديكيد راح اعتبر انه هذا هون اوميجا نوت على 10 وراح افترض هذا انه اوميجا نوت على 100 وراح افترض انه معي 10 اوميجا نوت وهكذا. اذا هو خلال ديكيد واحد هي ديكيد راح ينزل قديش؟ 20 دي بي بير ديكيد. اذا هذا الخط راح يكون واضح. اذا هذا الجي اوميجا لهذا بتهمنا لانه احيانا بكون في عندي في فانكشن فيها جي اوميجا فبقدر اني اعمل بلوتنج للسيستم بهاي الطريقه. هذا جزء منه اذا هذا خط مستقيم بمر في النقطه هاي اللي هي اوميجا نوت زيرو لانه احنا عارفين انه رح يكون الجين عندي واحد، يعني لما بدخل له اوميجا نوت بطلع عندي اوميجا نوت بكون الجين واحد
والكيرن واحد يعني 20 لوج، واحد عباره عن 0 لوج، والسلوب تبعه زائد 20 دي بي بير ديكيت. طيب الزاويه تبعته قديش؟ الزاويه تبعت هذا السيستم ايش الزاويه اللي بدي عليها؟ 90. معناها هذا اي فريكونسي بدخلها بغض النظر شو كانت الفريكونسي راح تتقدم وراح تتاخر ب 90. الزاويه هاي قديش؟ بلس 90 ولا ماينس 90؟ بلس. اذا الديفرنشيتر راح يقدم الزاويه الى ما 90. اذا هون وين راح يكون؟ راح يكون هاي الزاويه 90. يعني كأننا احنا عم نقول هذا النتورك اللي هو ديفرنشيتر، الديفرنشيتر كل ما زادت الفريكونسي راح يطلع لي فريكونسي اعلى، راح يطلع لي اوتبوت اعلى لانه بعتها على الفريكونسي، والزاويه اللي بقدمها راح تكون زائد 90. واضحه هاي؟ هذا البلوت تبع ديفرنشيتر. لاحظوا هذا كان زمان احنا كنا نسميه لما كنا نحكي بالاس بلين، ايش كانت الجي اوميجا على اوميجا نوت؟ كانت عندي اس مضبوط، اس ار سي او اس كانت هاي تشبه هاي، كانت اس عندي في الاس ماشي واضح. اذا هاي بالنسبه لي هاي الفانكشن اللي هي جي اوميجا. طيب لو اخذنا واحد على جي اوميجا اللي هو ايش؟ عباره عن ايش؟ هذا عباره عن ديفرنشيتر. الانتجريتر ايش راح يكون الفانكشن تبعته؟ واحد على جي اوميجا على اوميجا. اذا راح انحي الان هذا الخط اللي رسمناه، راح انحي هذا الخط راح اشيل الديفرنشيتر، وبدال الديفرنشيتر راح اخذ الان انتجريتر. الانتجريتر ترانسفير فانكشن تبعته راح تكون واحد على جي اوميجا، هذا بيساوي جي جي اوميجا، وهي راح تكون اوميجا على اوميجا نوت. خلينا نفس الشيء نشوف هلا السلوب تبعه. لو انا كان عندي على النقطه وعندي 20 لوج اوميجا على اوميجا نوت، وجيت ضربت هذه في 10 يعني تحركت الديكيتا للامام، فالفريكونسي بدل ما تكون اوميجا شو صارت؟ صارت 10 اوميجا، فصار عندي 20 لوج 10 اوميجا على اوميجا نوت، وهاي تساوي 20 لوج 10 زائد 20 لوج اوميجا على اوميجا نوت. فلما ضربت الفريكونسي في 10 قديش هذه زادت؟ لوج ال 10 قديش؟ في عندي شيء هون غلط، مش هيك؟ ايش الغلط اللي عندي؟ غلط لعنا انه هاي لازم تكون ماينس، مش هيك؟ لما اخذت هذه صارت ماينس لانها واحد على جي اوميجا مضبوط، فصار عندي هلا هذا راح يكون ماينس هون وهذا راح يكون ماينس هون، فهذه ايش راح يصير عندي هلا؟ ماينس 20 مش هيك؟ لانه لوج 10 قديش؟ واحد، ايش بصير عندي؟ فالسلوب تبع هذا الخط راح يكون ماينس 20 دي بي لما اوميجا تكون مساويه لاوميجا قديش راح تكون عندي هون الجين؟ اوميجا على اوميجا راح تصير واحد مش هيك؟ الماجنتيود تبع واحد على واحد ايش راح يصير؟ زيرو، وراح يمر عندي في هاي النقطه. بس السلوب ايش هو السلوب؟ سالب. اذا كل ديكيد من هون راح ينزل بمقدار 20 دي بي بير ديكيد. اذا هذا السلوب تبع 20 دي بي بير ديكيد. بالنسبه للزاويه ايش زاوية هذا؟ واحد على جي، ايش الزاوية؟ ناقص 90، راح الزاوية تكون عندنا هون كونستنت، حتكون ماينس 20، فبتأخر. يعني بمعنى لو انا دخلت ساين ويف على انتجريتر اللي راح يطلع معي شو راح يكون؟ ساين ويف ايش علاقتها بالساين ويف الأصلية؟ متأخرة عنها ب 90 درجة. ماشي واضحة هذه هون؟ إذا نحن طلعنا الآن حكينا عن الانتجريتر وحكينا عن الديفرنشيتر. هلا رح ناخذ أو بالنسبة للكي، خلينا ناخذ الكي قبل ما ننتقل للدي ولا النتورك. رح نحكي هذا الآن هون. لو الآن عملت جيم ضربت في كي، لو أخذت ترانسفير فانكشن عندي هون جي جي أوميجا. لو ضربت الآن في كي راح يصير عندي 20 لوج كي جي جي اوميجا، فبصير عندي 20 لوج كي زائد 20 لوج جي جي اوميجا. اذا عم باخذ الان قديش ايش راح يصير في الامبليتيود؟ راح يتحرك بمقدار قديش؟ 20 لوج كي. هل راح يرتفع ولا راح ينزل؟ لو كانت كي اكبر
من 1 راح يكون الارتفاع شيء راح يزيد، راح يزيد بقيمه معينه. فعندي اذا كان عندي k مثلا راح ترتفع هون بهذا المقدار، راح تكون هذه قيمتها 20 لوج k. اذا كانت k اقل من 1 راح ينزل، فكل ترانسفير فانكشن راح ترتفع بمقدار k 20 لوج k او راح تنزل بمقدار k. ايش الزاويه تبعت k؟ زيرو. اذا هذا وين راح يكون عندي هون؟ ما راح ياثر على، اذا ضربت شيء في كي ما راح ياثر على الزاويه تبعته، راح تضل الزاويه تبعته نفسها، بس راح يصير عندي ارتفاع عن الزيرو لاين او انخفاض او المكان اللي كان موجود فيه هذه الفانكشن، فراح يضيف عندي 20 لوج كي او يطرح 20 لوج كي حسب اذا كي كانت اكبر من 1. هذه في حاله كي اكبر من 1، في حاله كي اصغر من 1 راح يصير عندي 20 لوج كي، في هاي الحالة كي أقل من 1، في هاي الحالة كي أكبر من 1. إذا هلا طلعنا على الانتجريتر، ديفرنشيتر، والجين أثروا على البودي بلوت.